ينضم الينا هاتفيا الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. مرحبا بك دكتور مختار. زياره رئيس طاجكستان امام علي رحمن الى القاهره ربما هي يعني زياره لها اهداف واضحه اضافه الى التقارب والعلاقات الثنائيه يتم دعمها بشكل اوسع من خلال هذه الزياره، لاي مدى يعني ترى في التنسيق والعلاقات او الانفتاح المصري على الدول المختلفه في اسيا يعني له انعكاسات إيجابية من خلال هذا التطور الملحوظ في علاقات مصر مع الدول المختلفة خاصة طاجكستان؟ صحيح، سؤال مهم جدا، بس خلينا واحنا بنبدأ الكلام عن طاجكستان نقول ان هي احدى الدول الست الاهم اللي احنا بنسميهم دول اسيا الوسطى، اللي هي طاجكستان واوزباكستان وتركمانستان وكازغستان وكازغستان. وطاجستان كان احدى مناطق الحكم الذاتي ضمن جمهورية اوزباكستان السوفيتية عام 1924، ثم استقلت 1991، ومصر من اول الدول اللي اعترفت باستقلال طاجستان. والدول الستة دي هم العمود الاساسي بجانب الروس والصينيين في تجمع مخيف موجود الان على المستوى الدولي والاقليمي اسمه تجمع شنغهاي او منظمة شنغهاي. هذه المنظمة اللي ضمت في طياتها في 2017 الهند وباكستان، وضمت إيران ليها في 2021، وتركيا مقدمة طلب انضمام ليها وهي موجودة بصفة مراقب داخل هذه المنظمة من 2012، وطلبة بالانضمام ده انها تستطيع انها تتخلى عن انضمامها لدول الاتحاد الأوروبي. فالدول الستة دي اللي من ضمنها طاجستان دول مهمة جدا، لان هي العمود الاساسي لهذا التجمع في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي. وكثير جدا من الباحثين أستاذ محمد بينظر إلى هذا التجمع أو هذه المنظمة باعتبارها بديل حلف وارسو. فزيارة رئيس جمهورية طاجستان لمصر علي رحماني في هذا التوقيت هي زيارة مهمة جدا، وما تنساش أنه أصلا هو عمل زيارة لمصر سنة 2007. والسلعة الأهم في الداخل الطاجستان هي سلعة القطن، وبذرة القطن أخذوها مننا أثناء علاقتنا المميزة بيننا وبين الاتحاد السوفيتي، وأصبحت عنصر مهم جدا من عناصر الزراعة المهمة داخل طاجستان. وهناك بعض الطلبة المنتسبين إلى هذه الدولة موجودين في القاهرة بيعددوا بحوالي 700 طالب، طبعا احنا عايزين نزود هذا العدد خلال المرحلة التعاون القادمة. السياحي أيضا دكتور مختار. نعم، ده هو تعاون سياحي وتعاون لما بحدثك عن سلعة زي سلعة القطن اللي هي متاخدة البذرة فيها من عندك. وهي عمود أساسي من أعمدة الزراعة داخل طاجستان. مهم، وإن هذه الدولة ضمن الدول الستة في تجمع أو في منظمة زي تجمع شنغهاي مهم جدا. خليني أقول لك، لأن هذا التجمع إلى حد كبير جدا ما فيش حد واخد باله منه الآن حتى في نطاق التحليل السياسي أو البحثي، وهو برغم أنه هو تجمع مخيف لأن بيضم في طياته 1/3 سكان العالم وأربع دول نووية، وهو في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إرهاصات هذه المواجهة الشرسة اللي بتتم ما بين العالم الغربي والأمريكان من جهة والروس من جهة أخرى، والحرب الاقتصادية اللي فيها جزء عسكري داخل أوكرانيا. أشكرك دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف.